أولى محطاتنا الصباحية سلمى رح تكون طبية وتحديداً بطب العيون. اليوم كثير من الأشخاص بيتعرضوا للعديد من المشاكل والإصابات بالعين، إما لأسباب وراثية أو عوامل ممكن تظهر مع التقدم بالعمر. وهون بيجي دور النظارة الطبية كعلاج مبدئي. ناس ممكن تتأقلم مع الحالة، وبالمقابل ناس ممكن ما تتقبل شكلها بالنظارة. لكن مشاهدينا، مع تطور التكنولوجيا وظهور العديد من التقنيات الحديثة بطب العيون، صرنا نسمع كثير اليوم تقنية الليزر لتصحيح البصر. قديش اليوم يا سلمى هي التقنية كان في إلى نتائج إيجابية مرضية، سهلت كتير من طريق العلاج؟ صحيح هايدي، ويمكن صار في تطور أيضا بهي التقنية نفسها وباستخدامها وبشو ممكن تفيد. وفي كتير أسئلة كانت بالفترة الأخيرة عن هل ممكن يحل الليزر محل العمل الجراحي في بعض الأحيان. كل هاي الأسئلة والاستفسارات رح نتعرف عليها أكثر، وعن مين بيقدر يستفيد أكثر من تقنية الليزر ومين لا. كل الأسئلة حيجاوبنا عليها ضيفنا بالاستوديو الدكتور باسل إبراهيم، اختصاصي بطب العيون. صباح الخير أستاذ دكتور باسل، سعادة وقتك. صباح الخير. صباح الخير دكتور. البداية خلينا نعرف الليزر كتقنية بشكل عام، كيف اليوم قدرنا نوظفها بطب العيون؟ تمام. هلا كلمة الليزر هي عبارة عن اختصار لخمس كلمات تعني باللغة العربية هي تضخيم الضوء بالإصدار المحدوث للإشعاع. يعني أنا في عندي ضوء بتجمع وفق حزمة معينة، هي الحزمة المعينة قادر على إحداث أثر حارق أو قاطع أو معدل لشكل القرنية، هو بالعادة اللي ممكن يصلح لي الشكل تبع القرنية لحتى تكون قريبة من شكل القرنية الطبيعي. طبعاً إحنا الليزر في له عدة أنواع بالطب العيون. في عنا ليزر الأرجون، في عنا ليزر الياج، في عنا ليزر الديود، وفي عنا ليزر الإكزايمر اللي هو ليزر تصحيح النظر. طيب دكتور، خلينا نقول بما أنه تعرفنا على تقنيات الليزر باختلافها، سؤال كتير كان مهم الناس سألت فيه، لأي مدى دخل الليزر بتصحيح كتير من المشاكل اللي بتعاني منها العين؟ يعني لأي درجة دخل فعلا ويمكن حل محل بعض أنواع الجراحات القديمة؟ تمام. هلأ إحنا صراحة أكثر ليزر إحنا منصادفه يعني بعياداتنا كعيادات شبكية عم نصادف ليزر الأرجون. هذا الليزر طوله الموجي 514 نانومتر. هذا الليزر قادر على إحداث أثر حارق بالشبكية، وفي له كتير من الاستطبابات. الاستطباب الأساسي، في عندنا ثلاث استطبابات رئيسية بتطبيق ليزر الأرجون. الاستطباب الأول هو عند مرضى اعتلال الشبكية السكري، ما في عندنا بيت إلا موجود فيه مريض سكري أو قريبهم في عنده مرض سكري، أو يعني سمع أو تعرض لهذا الإجراء اللي هو كوي الشبكية بالليزر. في عندنا ثلاث استطبابات أساسية، أول شيء اعتلال الشبكية السكري، والشغلة الثانية هي الخسرات اللي بتصيب الشبكية أو الجلطات اللي بتصيب الشبكية، والشغلة الثالثة المرضى اللي في عندهم ثقوب بالشبكية أو يعني استحالات أو ضعف بالشبكية. كاستطباب أولا مرضى اعتلال الشبكية السكري، مثل ما نعرف أنه اعتلال الشبكية السكري هو مرض أوعية دقيقة بامتياز. مع تقدم المرض، مع زيادة الحالة المرضية، بصير في عنا احنا نقص بتروية الشبكية، لأنه هي الأوعية بتنسد فما عم بيوصل دم لهي المناطق، فبصيبها نقص تروية أو بصيبها أقفار احنا بنسميها. بس هي المناطق دائما بتطلب تروية، بتطلب أكسجين بشكل دائم، فرد فعل يعني لهالموضوع أو استجابة لهالموضوع بصير في عنا احنا أوعية شبكية جديدة احنا بنسميها أوعية مستحدثة. هاي الأوعية ما لها أوعية مثل الطبيعية بالشبكية، فهي هشة، فممكن على أي اضطراب بالسكر أي اضطراب بالضغط تنزف، فبتعمل مشاكل نزف، مشاكل تليف بالشبكية، بتعمل شد على الشبكية وبتعمل انفصالات بالشبكية. فدور الليزر هون بهالنقطة هي صراحة هو يعني بيسبق عن العمل الجراحي أو وقاية من العمل الجراحي، إنه إحنا هاي المناطق اللي فيها نقص تروية منطبق عليها ليزر لحتى ما عاد تطلب أوعية جديدة وتفوتنا بمشاكل والحلقة المعيبة تبع الليزر. استطباب تاني مثل ما حكينا هو الخسرات أو هو الجلطات اللي بتصيب بالأوعية الشبكية، نفس آلية السكر تقريبا، لأنه هاي الخسرات عم تعمل كمان نقص تروية بالشبكية، فنفس الآلية كمان بتعمل أوعية هشة، بتعمل نزف وتفوتنا بحلقة الانفصالات والتليفات بالشبكية. الاستطباب الثالث مثل ما حكينا هو الناس اللي بيكون عندهم درجات نقص عالية، وهذا يعني حكينا بالموضوع تبع اليوم، هدول الناس معرضين صراحة لأنه يكون في عندهم شقوق أو يكون في عندهم ثقوب بالشبكية، لأنه العين ممططة، كل ما كبرت كل ما رقت الشبكية وكل ما تعرضت لأنه تضعف بشكل أكثر، سواء بشكل مباشر إذا تعرضت لرد أو لشيلة شيء ثقيل، حمل شيء ثقيل، أو أحيانا بشكل تلقائي بسبب حركيات الزجاج داخل العين. فبصير في عنا هي الثقوب هي نقطة ضعف بالعين، وهي ممكن تدخل السوائل من خلالها وتعملنا انفصال بالشبكية لا قدر الله. ف
فالليزر هون بيكون بهي المرحله هو حامي من حدوث انفصالات بالشبكيه عن طريق تطوي شبكيه ولحم الشبكيه بمكانها عن طريق 5 أطواء تقريبا من الارجون ليزر لحتى انا الشبكيه ترجع لمكانها. فالليزر بهالحاله انا حماني كثير من تداخلات مستقبليه ممكن يكون في لها نتائج ما لها كثير محموده، لانه انا لما فوت بعمل جراحي مثل انفصال شبكيه نتائج الرؤيه ما بتكون مثل قبل ما انا فوت بعمل جراحي على داخل العين. تمام دكتور، يعني اليوم في سؤال كثير شائع، الفرق بين الليزر والليزك، يعني اليوم كثير من الناس ما بتعرف توضح بيناتهم، شو الحالات اللي ممكن يستخدم فيها كل تقنيه؟ هلا هذا السؤال له علاقه بليزر الاكزايمر اللي احنا عم نحكي عنه، بس هو شيء اخر عن ليزر الارجون. هو ليزر مختلف، هدفه الاساسي هو تعديل سطح القرنيه بما يتماشى مع شكل القرنيه الطبيعي. هلا احنا الاختلاف بيناتهم هو بالاليه وبالاعراض اللي بتصير بعد العمليه. هلا بالنسبه للليزك المبدا تبعه هو انا القرنيه بعمل عليها ضغط عالي وبعمل عليها مثل شريحه. هي الشريحه اما بتكون عن طريق الليزر، تمام، بالفيمتو ليزر بنسميه احنا، او بشكل يدوي. بتعمل شريحه وبعدين بطبق الليزر لعدل سطح القرنيه وبرد الشريحه. تمام، فبهالحاله انا في عندي هون السطح تبع القرنيه تحت الشريحه صار معدل بما يتناسب مع شكل القرنيه الطبيعي. الليزر لا، الليزر انا ما بعمل شريحه، الليزر انا بعمل قشط للطبقه السطحيه من القرنيه وبطبق ليزر مباشره بعدل سطح القرنيه وبعدين بحط عدسه لاصقه وبيترمم سطح القرنيه خلال تقريبا 48 ل 72 ساعه وبشيل العدسه اللاصقه. الفرق هو بالاعراض بعد العمليه. الليزر بيكون في عندنا شويه الم اول يومين، بيكون في عندنا شويه تشوش بالرؤيه لبين ما تترمم القرنيه، بيكون في عندنا شويه يعني تغبيش هذا اول كم يوم لبين ما نشيل العدسه اللاصقه ويترمم سطح القرنيه. بالليزك هالاعراض شوي اقل حده، ولكن التوجه العالمي حاليا كلها صار يتجه باتجاه الليزر، لانه انا مجرد ما عملت ليزك انا عم بعمل نقطه ضعف بالقرنيه. هلا هي مزبوط بتلزق بعد 48 ساعه على القرنيه بشكل كثير كبير، ولكن مع التجربه احنا شفنا انه الدرجات عم بتكون اكثر ثباتيه بالليزر اكثر من الليزك. يعني الليزك عم بصير في عنا تراجع احيانا عند بعض المرضى، عم بصير في عنا ضعف بالقرنيه عند بعض المرضى اكثر من غيره. فالنتيجه بعد شهر تقريبا من العمليه تقريبا بتكون نفسها، الا انه الاجراء الليزر هو اكثر امانا ولو انه في له شويه صعوبات بالبدايه. نعم. فالدكتور باسل خلينا اليوم اسال، دائما اي علاج جديد او اي تقنيه في كثير ناس بتسال عن سلبياتها وعن ايجابياتها. هلا يبدو انه الليزر كل اللي حكى قال انه في ايجابيات اكثر من السلبيات، ولكن لابد انه يكون في بعض السلبيات، فينا نذكرها؟ اكيد طبعا. هلا بالنسبه للاجراءات تصحيح النظر، كل اجراء في له سلبياته وفي له ايجابياته. انا بقول للمريض انه انت في عندك 1 2 3 ايجابيات، 1 2 3 سلبيات، انا لازم احطه بالصوره للمريض. طبعا هو اللي بياخذ القرار بهذا الموضوع هو الطبيب ودرجات المريض وشكل صورة المريض. يعني احنا في عنا صورة للمريض لازم تنعمل قبل العملية اسمها صورة توبوغرافيا القرنية. هي الصورة بتبين سماكات القرنية، تحدبات القرنية، القرنية بتتحمل اجراء تصحيح النظر ولا ما بتتحمل. ما كل الناس بيقدروا يعملوا تصحيح نظر شو ما كانت درجاتهم. فلذلك الليزر فيه له مثل ما حكينا احنا بعض المشاكل الآنية بعد العملية اللي هي الألم، اللي هي التشويش شوي. احيانا بعض الحالات خاصة اللي بيكون درجاتها عالية ممكن تترك ندبات او تترك كثافات بالقرنيه لفتره كثير طويله بين 3 و6 شهور، وللاسف احيانا بتكون دائمه. كاختلاطات ليزك ممكن تكون اكثر شوي، لانه في عندنا اختلاطات اثناء العمليه لها علاقه بالشريحه اللي احنا عم نعملها، فتله الشريحه، قطعه الشريحه، شريحه ما كانت كامله، وفي اختلاطات بعد الشريحه احيانا تمطط بالشريحه او تمطط عفوا بالقرنيه، او احيانا بيكون في عندنا تجاعدات بالشريحه. هي شغلات كلياتها بتاثر على رؤيه المريض سلبا، ولكن هي الاختلاطات مع الاجهزه الحديثه اللي صارت صراحه ما عم تتجاوز 5% يعني من الاختلاطات، والمرضى يعني عم بياخذوا نتائج كثير منيحه سواء كان ليزر او ليزك، ولكن ضروري جدا دراسه الحاله قبل اجراء اي عمليه تصحيح نظر. طيب خلينا نوضح اكثر الخطوات اثناء عمليه تصحيح البصر بالليزر، المده المعينه اللي ممكن تنتهي فيها العمليه، الاعراض الاكثر شيوعا اللي ممكن تظهر على الشخص بعد العمليه. تمام. هلا هي العمليه عمليه الليزر اسرع من عمليه الليزك، ولكن
كلهم تقريبا بياخذوا للعين الواحده بين 3 دقائق والخمس دقائق. مثل ما حكينا موضوع الليزك هو اطول شوي لانه بياخذ وقت مشان يعني اجراء الشريحه ورفع الشريحه بعدين تطبيق الليزر. الليزر لا مباشره او البي ار كي او الليزر السطحي مباشره احنا بنطبق. هلا في عندنا اليات جديده نازله اللي هي ترانس بي ار كي بالنسبه للليزر او في عندنا الفيمتو ليزك بالنسبه للليزك. هي اليات ما بنعتمد فيها على الشيء اليدوي ابدا. يعني ترانس بي ار كي احنا مباشره بنفتح العين بفاتح اشفان بسيط بنطبق الليزر مباشره، فهو بيعمل قشط للقرنيه عن طريق الليزر وبيعمل تصحيح للدرجات عن طريق الليزر وانا مباشره بحط عدسه لاصقه وبسكر العين وبطلع. الليزر نفس الشيء كمان بعطي المعلومات كمان لجهاز الفيمتو وهو بيعمل لي الشريحه وبقلبها انا مباشره بيطبق الليزر وبرد برجع الشريحه. فهو مع التطور العلمي هلا عم بتقل فترات العمليات وعم بتقل حتى فتره النقاهه. يعني انا المريض بالنسبه للليزك ممكن يرجع تقريبا يومين ثلاثه ممكن يرجع لشغله، طبعا مع انه يدير باله انه مثلا في عندي بعض الامور بده يدير باله ما يعرق عينه ما يوصل له مي او ما يصابون ما يتعرض لشمس كثير ما يتعرض لجو فيه غبار كثير او تدخين كثير. طبعا هي التوصيات سواء كان ليزر او ليزك، بس المريض مع تقدم الاجهزه صارت فتره نقاهته يعني اقل، عودته للعمل بشكل اسرع، الاعراض اللي عم بيشكي منها من بعد العمليه صارت اقل، وحتى كمان تاهيل البصري كمان صار يعني بعد العمليه رجوعه للبصر تبعه مع النظاره كمان صار بشكل اسرع. طيب دكتور خلينا نقول مين هي الحالات اللي ما بينفع نستخدم معهم ليزر؟ يعني هل كل المرضى بنقدر نستخدم معهم تقنيه الليزر او لا في حالات معينه؟ أكيد لا. هلا في عندنا شروط أساسية وخطوط عريضة للليزر وفي عندنا بعض الحالات التفصيلية. هلا أول شغلة أنا ما بقبل أبدا إنه مريض قبل عمر 18 ينعمل له ليزر أو ينعمل له تصحيح نظر. هاي الكلام كان قديم، هلا إحنا صرنا نعتمد على موضوع ثباتية الدرجات. هلا من زمان كان الشخص لما يخلص دراسه بكالوريا مثلا خلص بيعمل اي عمليه مثلا لانه كان الدرجات بشكل عام تثبت بهداك الوقت. وكان يعني ما في عندنا هالسوشيال ميديا، ما كان في عندنا هالاجهزه الذكيه، ما كان في هالتعب الكثير والاجهاد البصري كثير. لا من جديد صرنا نشوف انه الدرجات عم بتضل احيانا لل 20 و 22 وبعض المرضى لل 25 لبين ما عم تثبت. انا لما بدي اعمل عمليه ليزر ممنوع اعمل عمليه ليزر لعين لسه الدرجات فيها عم بتزيد، لانه انا هلا عملت درجات او عملت تصحيح للدرجات اللي حاليا انا دارسها. طيب بعد سنه اذا كانت الدرجات عم بتزيد رح يحس المريض انه صاير في عنده تراجع، هو بالاصل مو تراجع، هو بالاصل الدرجات لسه ما ثبتت لحتى انا قيمها بشكل دقيق وصلحها بشكل كامل. فاول شرط من شروط العمليه انه تكون الدرجات ثابته لفتره لا تقل عن سنه على الاقل. يعني مريض اجى لعندي عمره 20 سنه عم بتزيد درجاته، ننطر شوي 21 شفته عم بتزيد درجاته بنطر كمان شوي، ثبت مثلا على 22 بين 21 و 22 مثلا ثبتت ما عاد زادت الدرجات، بقول له اوكي نعمل دراسه للقرنيه، نعمل الدرجات كامله طبعا بعد قطرة اسمها احنا شل المطابقه لحتى نعرف الدرجات الكليه اللي موجوده عنده بشكل دقيق قديش، وبعدها بعمل له فحص كامل لكافه اجزاء العين. يعني العين اللي فيها جفاف كثير غير مؤهله لاجراء الليزر، العين اللي فيها اعتلال شبكيه سواء كان سكري او اعتلال لطخه غير مؤهله لاجراء الليزر، العين اللي فيها ارتفاع بضغط العين كمان غير مؤهله لاجراء الليزر، العين اللي فيها التهابات متكرره سواء كانت التهابات خارجيه سطحيه للملتحمه مثلا او للقرنيه او داخل العين غير مؤهله لاجراء الليزر، الحامل والمرضع غير مناسبين لاجراء الليزر لانه الهرمونات يلي بالدم بتغير من شكل القرنيه وتحدب القرنيه، فانا ما بعرف على انه قرنيه بدي امشي اللي هي قبل الحمل بعد الحمل. صحيح. لازم استنى لبين ما الحمل يعني ينتهي يستقر او يكون في عندنا 6 شهور بعد الولاده لحتى انا ادرس القرنيه بشكل دقيق. فما كل مريض بصير له ليزر، ما كل حاله مرضيه بصير له ليزر. طبعا بعد ما انا انتهي من هالدراسه هي كلياتها الكامله بعمل يوميتها شيء اسمه طوبوغرافيا قرنيه، دراسه للقرنيه. هاي الدراسه انا ما بقدر اشوفها بالجهاز تبعي، ما بقدر اقيم قديش سماكه القرنيه الا بطوبوغرافيا القرنيه، ما بقدر اعرف التحدبات تبع القرنيه بشكل دقيق غير بالطوبوغرافيا القرنيه. في عندي كمان بعض الامور كفرق سماكات بين العينتين كمان هي ما بتبين معي غير الطوبوغرافيا القرنيه، فلذلك الدراسه لازم تكون متكامله، ما لازم انا لما اشوف مريض اقول له انه انت بدك ليزر او انت بناسبك ليزر، لا، المريض بيقول لي مثلا انا هي النظارات مضايقيني مثلا ما لي حابب كفي بالنظارات، بقول له اوكي بس بدنا نعمل لك دراسه، دراسه اذا كانت مناسبه ماشي، اذا الدراسه ما كانت مناسبه فبنضل على النظارات او في خيارات تصحيحيه اخرى. كلمه بس اللي بدي ركز عليها
أحياناً بيكون الرؤية أو بيكون النظارات والرؤية بالنظارات كبديل أفضل بكتير من الليزر، لأنه في كتير مرضى بيشكوا بعد العملية من شكايات سواء كان زوغانات ولا جفاف، بيتمنى يوميتها أنه ضل عن النظارة وما لجأ لهي الحالة. فهو الليزر ضروري يكون المريض فيه منتقى بعناية ومدروس بشكل جيد لحتى إحنا نقدر نقدم له الخدمة اللي هو بده إياها والعملية اللي بده إياها وينبسط منها لفترة طويلة. تمام دكتور، خلينا نوضح بمثال أكثر. يعني اليوم كثير من الأشخاص بعد ما يساوي العملية ممكن يصير عندهم تشفاف كثير بالعين، ممكن يصير في نشافة، شو السبب؟ هلا إجراء تصحيح النظر عن طريق الليزك بيعتمد مثل ما حكينا عن طريق قطع شريحة أو طريق شريحة. أطراف الشريحة أو القرنية المحيطية في عنا إحنا أعصاب بتغذي القرنية وبتأمل لها المنعكس دائم بحيث إنه يتم فيها رفيف ويتم فيها يعني دموع تغذية. مثل ما بنعرف إحنا القرنية ما فيها أوعية دموية، والقرنية بتتغذى عن طريق الخلط المائي من داخل العين وعن طريق الدمع يلي يفرز. فإحنا لما نقطع القرنية إحنا عم نأذي أعصاب القرنية اللي عم بتأمن الترطيب للعين، بتأمن الدمع للعين. هذا القطع خلال بالعادة خلال 3 شهور لست شهور بيستعيد صورته الطبيعية. خلال هاي الفترة المريض غالباً بيحتاج لتقطير أطراد صناعية غالباً خالية من المواد الحافظة لحتى ما تتحسس عينه من يعني من الجفاف والحساسية. فخلال هاي الفترة فعلاً كتير من المرضى بيشكوا، فلهيك عم بقول أنا قبل شوي إنه لازم المريض كتير يكون مدروس بعناية، لأنه المرضى اللي في عندهم جفاف شديد هدول المرضى صراحة مضاد استطباب لإجراء عملية تصحيح النظر. بنقول للمريض إحنا لازم نعالج الجفاف أول شيء، سواء كان بأطرات الترطيب، سواء كان بتقنية الآيلايت، سواء كان بتقنيات السدادة، وبعدين أو إذا كان في عنا مرض جهازي كمان عامل جفاف بالدمع وبالأغشية المحاطية لازم يتعالج قبل ما إحنا نعمل ليزك، لأنه في كثير من المرضى فعلا بيعانوا بعد العملية أحيانا 3 شهور 6 شهور وأحيانا أكثر من الجفاف، مو لأنه بس الليزك هو بيعمل جفاف، لانه ليزك زاد الجفاف اللي موجود عندهم اصلا. فهي من اهم الاختلاطات يلي عم نشكي منها احنا بعمليه الليزك غير المختلطه يلي هو موضوع جفاف الدمع. بقى بتيجي مشاكل ثانيه هي ناجمه عن العمليه بحد ذاتها، احيانا مثل ما حكينا انه الدرجات ما لها كامله بالتصحيح، او احيانا في عندنا مشاكل بالشريحه، او في عندنا ندبه مثلا مكان الشريحه او التهاب مكان الشريحه. طيب دكتور، حضرتك حكيت عن اللي بيعانوا من الجفاف او اللي عندهم حساسيه، في كثير ناس عندها حساسيه احد اعراضها اللي بتظهر عندهم هي العين مثلا. طبعا. دمع احيانا زايد او جفاف زايد او التهابات، بنشوف دائما عندهم الاغشيه حمراء بعيونهم. هل كمان هدول المرضى بيعانوا اذا بدهم يعملوا اي تصحيح للمشكله بالعين عن طريق الليزر؟ هدول من المرضى الأساسيين اللي لازم يتعالجوا بشكل يعني كامل قبل ما يدخلوا على عملية الليزر. بس نحن نعرف أنه بعض أنواع الحساسية دائمة بتكون، صح؟ فكيف بيكون الوضع هيك؟ بعض حالات الحساسية صراحة بتكون مضاد استطباب مشان إجراء، فبنبعد عن موضوع تصحيح النظر بالليزر عن طريق عن يعني عند هدول المرضى. ولكن في بعض المرضى في عندهم حساسية خفيفة، ممكن إحنا أخذنا قطرة حساسية أو أخذنا قطرة كورتيزون أو قطرة ترطيب، ممكن خفت الحساسية كتير، خفت الأعراض. بعض المرضى في عندهم حساسية على باحتقان الجيوب التحسسي أو التهاب الجيوب التحسسي، بمجرد ما تعالج هذا الالتهاب مع قطرة ترطيب بسيطة تتحسن عندهم هي المشكلة. لا، هدول المرضى ما له مضاد استطباب مشان إجراء الليزر. فكل حالة شكل، يعني كل حالة إلى خصوصيتها. بعض الحالات الشديدة فعلا مضاد استطباب، خاصة في بعض الحالات اللي بتكون لفترات طويلة بسبب فرك العين المتواصل، ممكن تترقى القرنية أصلا، هدول بيكون مضاد استطباب لحتى أنا أعمل لهم عملية ليزر. بعض المرضى بيكون في عندهم مثل النتوءات اللحمية على حافة القرنية، هدول ممنوع كمان أنا أعمل لهم. فالحالات التحسسية الشديدة فعلا مضاد استطباب لإجراء الليزر، ولكن المرضى اللي في عندهم حساسية خفيفة يعني رمد خفيف أو التهاب ملتحم تحسسي خفيف، العين بتكون وردية بتتحسن على أطراف الترطيب مضاد الحساسية، لا هدول ما لهم مضاد استطباب، ولكن لازم يتعالجوا بشكل دقيق قبل ما إحنا نقدم على موضوع. طيب خلينا نوضح أكثر يعني أنواع المشاكل البصرية اللي من خلالها لازم نعمل ليزر. يعني اليوم كثير من الأشخاص ممكن يفكروا بالليزر كحل أولي، ممكن عندهم نقص درجة أو شوية انحراف، هل هذا الشيء صحيح أم لازم نتروى شوي؟ يعني صراحة في عندنا حد معين إحنا الليزر بيصلحه، ولكن لكل جهاز قد ما كان متطور وقد ما كان جديد في له نسبة ارتياب. يعني دائما أنا بقول للمرضى اللي في عندهم مثلا نص درجة ثلاث أرباع الدرجة مثلا، بيقولوا لي دكتور بدنا نعمل تصحيح نظر بالليزر، بقول لهم هلأ أنت المريض إذا في عنده 4 درجات 5 درجات عملنا له التصحيح حتى لو كان دقيق، احيانا بيزيد ربع درجه نص درجه. الشخص اللي عنده 5 درجات ما كثير حيحس بالفرق وراح يكون كثير مبسوط ومرتاح على التصحيح.
ولكن المريض في عنده نص درجه صار في ارتياب ربع درجه انا مثلا فالمريض بحس حاله ما عمل شيء، المريض بحس حاله لساته متضايق. صحيح. عدا عن انه العمليه بحد ذاتها مثل ما حكينا في لها مشاكل، في لها اختلاطات لو كانت قليله لو كانت بسيطه. فالمريض اذا ما كان في له كثير ضروره او ما كان المريض كثير مزعوج من النظاره، ما كثير يعني كثير مزعوج من لبس النظاره وانه ما عم بيقدر يعيش بدون نظاره، انا بنصحه يوميتها يضل على نظارته بيكون امن له. الحاله اللي حكيناها المريض اللي في عنده مضاد استطباب نسبي احيانا او يعني احنا بنشوف انه مشكلته ممكن تتفاقم بعد اجراء الليزر، ننصحه انه ما كثير يقدم على هي العمليه ويضل على النظاره، افضل مما انه يفوت احنا بي بي مثل ما حكينا مثل ما بعد العمليه سابقا. بالضبط مثل يعني دكتور باسل مثل العاده دائما بتعطينا كل المعلومات الوافيه عن اي تساؤلات. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا كثير لكم، شكرا على الحلقه، يعطيكم الف عافيه يا رب. شكرا.